لك فايدة واي 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 عكفتو جايني ناي 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 شكرزي سو دول يودي لا بوي 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 دول بدي مسا صوي 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 لك فايدة واي 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 عكفتو جايني ناي 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 شكرزي سو دول يودي لا بوي 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 دول بدي مسا صوي 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 كمل المباراة يأتي بالصافرة السيد يوسف سعيد الدولي قائد هذه هذا التعادل يعود إلى 36 نقطة ويعود إلى موقعه النجف في هذه النقطة أو 53 نقطة يصبح مع التعادل 54 نقطة لكن لا زال في الوقت بقية ربما يعود إعداده حتى يتقدم النجف مرة هذه الكرة ما بحب الأرض وأربيل وبالتالي كل الأمور ممكنة في هذه البطولة يفضل العودة إلى الخلف البحث عن المساحات حتى يمرر وهذه كرة ينقلها في الوسط إلى بابكر حوار الأفارقة الثلاثة في فريق أمانة بغداد يستمر ما بين بابكر وساديا وكذلك اللاعب الآخر يصل الانتصار العاشر ويصل جف تؤثر كثيرا على الفريق أسماء أساسية أسماء لها ثقلها في منطقة وسط الملعب والنجوم وحتى الدفاع فيان طلال وتالا وبرونو ليم ثلاثي له تأثير كبير قد أمجد راح الفريقين لأن أمانة بغداد بدأ مع جمال علي من ثم وسام طالب ومن ثم عصام حمد والآن العودة إلى الحملة الرقم 7 في فريق أمانة بغداد ساديو أوليفيرا أبا بكر يتدخل الملعب هذه المحاولة تذهب حاولات في الخلف عند أمانة بغداد لكن قطع من جانب لاعبي وسط الملعب في الكهرباء وباكر يعيد الكرة إلى نبيل صباح نبيل في انتظار إخراج مصطفى حسين جعبة السيد لؤي صلاح مشاهد مصطفى علي موجود وإيفان خالد جعبة السيد لؤي صلاح جعبة السيد لؤي صلاح عمر عدنان غير قادر على تكملة المباراة إيفان سليمان كرة من جهة اليمين هينكاو محمد كرة أمامية تصل إلى جهة اليسار لفريق أمانة بغداد أيمن الرزيج الحارس أحمد حارس مرمى فريق الهوك تصدى لركلة ترجيحية في المباراة الماضية تصدى لركلة وهذا التصدي أهل فريقه إلى هذا اللقاء لكن بالتأكيد طموح جماهير الهوك ينقل كرة في وسط الملعب تدخل ينفذ وخطورة الكهرباء مستمرة حتى إدراك الهدف طبعا سندخل سريعا في صلب الموضوع وتشكيلة الفريقين تشكيلة أمانة بغداد في هذا اللقاء يدخل اللقاء بتشكيلة تضم حراسة المرمى حارس الخبرة سرهنك محسن محمد موسى حلق وطار وسيطر على الكرة الحارس أحمد بشار بالتأكيد تعلم من الدرس الماضي تلعب على مستوى الجهة اليسرى بابكر شارلس فايا سنغالي ينقل كرة طويلة زغبة حيكريت الكهرباء للحصول على الهدف والمحاولة الآن لمصلحة لاعبي فريق محمود غادر واللاعب محمد إبراهيم رقم 17 الدهوك متقدم بالنتيجة بهدف مقابل لا شيء خلص الدهوك استغل يعني ركنية كرة ثابتة يعني كان عدد لاعبي فريق الذي يبحث عن العودة في أجواء اللقاء وفي النتيجة أما بالنسبة لفريق دهوك فالأمور ماشية بشكل رائع تمام التمام 10-10 متقدم بهدف بابكر تشارلس تمرير أمامية الآن تصل إلى كرار مختفي في الدقائق الماضية يحاول أن يغير المركز أن يبتعد عن الكهرباء هذه الكرة وهذه المحاولة هنا أمانة بغداد غير قادر لكن ربما يحاول من خلال مهارة من خلال خطأ تغطية دفاعية من آكو تمريرة ناحية زاكري تغطية حاضرة من قبل فيكتور كوميكا هذه المدينة الجميلة بمناظرها الطبيعية الجميلة بشلالاتها
بجبالها ببيس بناس وعلي. وهذه الكره تلعب الان دخول في انتظار اخراج الكره من جانب حسين فلاحلك. تاخر حسين فلاح الان استعاد العمق التمريره تلعب غادر امام مصطفى محمد موسى. دقيقتان وبضع ثواني على نهاية اللقاء. أمانة بغداد يقترب من العودة إلى الدوري الدرجة الأولى. في وسط الملعب مصطفى حسين القادم من الأنيق إلى القادم من السنغال بابا اللاعب يوسف الآلوسي. العودة إلى كريست. دائما ما تشاهد باباكر الإيفواري ساديو أوليفيرا. باباكر يقف يحتوي الكرة. طاهر يضغط. باباكر يمرر لكن يستعرضون بالتمريرات القصيرة. المحاولات الآن لأسود العاصمة. تغيير في اتجاه اللعب. المحاولة تصل إلى من؟ إلى يوسف. خط خلفي تؤمن في وجود هذا اللاعب على يحاول حسن عبد الرزاق وضغط من طاهر حميد. باباكر المحاولة من باباكر في انتظار أن تنقل التي كان فيها تسلل على تيري في هذه المحاولة. الكرة عند ساديو أوليفيرا. باباكر يحاول ينقل كرة طويلة. باباكر عملية لعب الكرة الآن خطأ تقدير تعود في علي. يحاول لمصلحة لعب المراكز من الجهة اليمنى وضع اللاعب يوسف الآلوسي. وعلى تكون متوسطة المستوى من خلال الأداء. يعني هناك بعض الهجمات تكون خطيرة حتى حصلوا من خلالها على ركنية. هنا باباكر شارلس فاي. باباكر السنغالي يعود إلى الخلف إلى المحاولة إلى وسط الملعب. عبد الله خلف باسم علي. هجوم الآن. الدهوك بهدف قبل شيء. عرضية حاضرة. أول لمسة إيبان تصل إلى كريست. كريست يحاول موجودة وأحمد عبد الحسين ينقلها ولكن يوسف الآلوسي يتصدى. وهذه كرة اللاعب باباكر. محاولة الآن تنقل والنقلة مرة أخرى لأيمن رزيج. ينقل كرة إلى باباكر. شارلس فاي. باباكر محاولات من جانب فريق أمانة بغداد للتقدم إلى الأمام. وهنا جه المعاكس نقلة إلى حالي أو ستار جبار. أنا حامل الكرة. عدم السماح للاعب بالتحكم بالكرة بأريحية تامة. الديوانية كرة ترسل عالية داخل منطقة الجزاء. يلعب الكرة سادية. النقل الآن عودة إلى الخلف. بدأ فريق أمانة بغداد ينشط. بدأ يتحول يلعب من أجل الفوز وهذا العنصر الأساس. الضغوطات والمشاكل ليس ذلك الفريق الجماهيري الكبير فريق أمانة بغداد. اللعب يستمر في انتظار الحلول. فقدان لطاهر لتالا طاهر حميد وفقاسية من محمد عبد الزهرة. باباكر شارلس فاي. باباكر ينقل الكرة. حاول البار حين وصول المساندين. الآن باباكر هو من يصل. محاولة تنقل إلى ستار زغبحي. كريست يريد الانطلاق. لاعب يبحث عن الكرات في مساحة يمكن له الجري مع الكرة وعبر الشرطة والزوراء. الختام أمام الزعيم. في هذه الجولة سيتواجه الزوراء بدور الأضواء وبالتالي المباراة يعني مهمة. سفران متابعة للكرة. هجوم لأمانة بغداد. كرة في وسط الملعب. كل محاولة لمصلحة أمانة بغداد. كرة التمرير. كرة بعد ذلك عن طريق ساديو أوليفيرا. هنا أيمن رزيج. هجوم لفريق الديوانية.
تبعت الكرة مقطوعة هناك. أخطر فريق الديوانية من خلال وسام طالب. جبار آلي مصلحة فريق الديوانية. بهدفين مقابل لا شيء. أول الأهداف في الوقت القاتل. في الوقت القاتل نتحدث عن الدقيقة. ساديا أوليفيرا في وسط الملعب ساديا. والمحاولات الآن تنقل لمصلحة محاولة تخرج إلى خارج أرضية الملعب. ثاني أرضية الملعب بالنسبة للكهرباء وكذلك كما ذكرنا لجمال بغداد وهيمن سليم الله بغداد وكربلاء والسماء والنفط والشرطة وقباحي كريست. بينما السنغالي بابكر شارلز فاي موجود انتظار الخطأ الآن تصل إلى مصطفى حسين نبيل صباح دخل الآن كلاعب خبرة في فريق الكهرباء حتى مصطفى الثلاثي. كرة من أيمن ينقلها بابكر شارلز فاي في تدخل في أنور مهدي أمامية ولكنها تبعد عن طريق اللاعب أمامي الكرة. كرة تنقل فرحان شكور ضد فريقه السابق موجود في هذه المباراة. مدافعي الفريق محمد عبد الزهرة ينجح في هذه الكرة الرأسية ويتفوق على فرحان شكور وهذا كريست لمصلحة لاعبي فريق أرضية الملعب. المحاولة فيها ضربة مرمى للنجف. هذه كرة تنقل الآن الكرة بخبرة سيرهنج مشن بدراية بإمكانيات سيرهنج العالي. المحاولة الآن تلعب عند ساديا الذي يشكل خطورة هو فريق النجف في هذه الدقائق. ونبيل صباح ثنائية مع الألوس يمرر اتجاه بابكر إلى ساديا حيدر علي وكذلك أمير حسن. خطأ على ذوالفقار عايد في هذه المحاولة. أمانة بغداد هدف هو الدقيقة الأخيرة كما فعلها في شوط بغداد على يمين السادة المشاهدين. كرة ملعوبة الآن والهجوم فريقين هو من خلال هذا الموسم. فريق أمانة بغداد يحاول الآن نلعب في الوقت المحتسب بدل عن الفائل دقيقتان. تمرير الآن بابكر